بص، الجزء كان مستر اتم بيسأل على حاجة، الجزء ده مستر اتم الكود ده. اه مش حاضر، ثانية واحدة. تمام كده، مستر اتم كان بيسأل على حاجة، الكود ده مستر اتم بقى الجزء ده تاخده كده كله على بعضه كده، اقول لحضرتك بيعمل ايه دلوقتي حالا. كوبي كود جميل جدا جدا بصراحة، تحطه جوه الاون كرييت. الاون كرييت اهي، كود الاون كرييت اهو. الاون كرييت معناها ايه؟ لما الشاشة تفتح هتروح جاي عند اخر حاجة في الاون كرييت هنا قبل نهاية الكوست، تحط ميست. ثواني، لا سوري سوري، بعد الاون كرييت هنا، بعد الاون كرييت على طول. طيب حاجة، اما يجي اما تكون انت جايب كود من الانترنت وحطيته كده وظهر لك كده الت انتر، دي معناها ان في مكتبة لابد من استدعائها عشان الكود ده يشتغل. الت انتر بس. الكود ده بيعمل ايه بقى؟ بص هنا الكود ده مهم جدا والله. الكود ده بيقول لك ايه؟ اول بابليك بولين اون كي داون. اون كي داون معناها انه بيتعامل مع الكيباد بتاعت الموبايل. اي زرار في الكيباد بتاع الموبايل تقدر تبرمجه. حضرتك لما بتفتح اي زرار هنا في الكيباد او في الموبايل عموما، حتى الزراير اللي تحت دي، الزراير اللي تحت دي هي دي بيسموها كيباد. حتى لو جيت عملت كده دي كيباد. ازاي بقى نبرمج اي زرار في الكيباد ده؟ قال لك بتعمل ايه؟ اف. احنا عندنا كام زرار في الموبايل؟ كتير. فمعنى كده كل زرار عايز يعمل حاجه معينه. انا في البنوك يجي يقول لك ايه؟ لو دوست على اف 2 يعمل كذا، اف 3 يعمل كذا، كنترول اس يعمل كذا، كنترول بي يعمل كذا. تلاقي كلهم شغالين باي ايه؟ بالكيبورد. لان قليل قوي اللي شغال بالايه؟ بالماوس. في البنوك دايما نبص عليهم كده هتلاقي ناس كتير قوي شغاله بالكيبورد. عملوا لهم شورت كات كتير جدا. خلاص بالكيباد. ما احنا خدنا خلاص. خلاص؟ طيب فقال لك ايه؟ كل زرار اف، لو حد عايز يجيب شاي ماشي، طب الحته دي بس والشاي مش هيخلص. اف كي كود ايكوال كي ايفنت دوت، اول ما تقول دوت كي، ثواني، كي كود اندر سكور، هتلاقي ظهر لك كل زراير الكيباد اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش. الدي لو عايز تدوس على الدي يعمل ايه؟ لو عايز تدوس على ديل يعمل ايه؟ اللي هو ديليت. لو عايز تدوس على هوم، زرار الهوم يعمل ايه؟ لو عايز تدوس على باك، زرار الباك يعمل ايه؟ طب الباك سلاش يعمل ايه؟ كل زراير الكيباد اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش. كده انت تقدر توصل لايه؟ لبرمجه زرار. مش زرار انت حاطه يا احمد، لا ده زرار في الكيبورد. زرار بس احنا بنسميها كيباد في الموبايلات. زرار في الكيباد تمام؟ اهو زرار عندك مش عارف بطن ايه؟ قصه. ادي وكنترول وكت. طبعا احنا زرار باك عايزه يعمل ايه؟ انت اكتب الكود بس، خلي ريتيرن ترو زي ما هي. ريتيرن ترو زي ما هي. انت عايز يعمل زرار باك ده يعمل ايه؟ والله زرار باك مثلا يعمل ايا كان، نخليه مثلا يطلع توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن كوما باك بتون كوما توست دوت شو، لا توست دوت لينس لونج لونج دوت شو. اعمل ران كده جيني موشن. احنا مبرمجينها في اي حته؟ في المين اكتيفيتي. مرجعش، واخد بالك؟ مرجعش. طيب تعالى هنا كده، وقف الحته دي خالص كده، الكود موقوف مش شغال. كده انت ايه؟ الكود بتاعك قفل الباك وخلاه يعمل حاجه تانية غير الوظيفه الرئيسيه اللي مبرمجها له الموبايل. اللي مبرمجها له الموبايل مش انت، انت اللي عدلت على برمجه الموبايل وقلت الزرار ده يعمل كذا ما يعملش كذا في الابلكيشن. بس طبعا في الابلكيشن بتاعك بس. خلاص يعني الحته دي كان مستر اتم بيتكلم فيها. الحته طبعا مهمه جدا، ان انت دلوقتي لو انت عندك شاشة دخلت من واحد على اثنين، من اثنين على ثلاثة، من ثلاثة على أربعة، من أربعة على خمسة، إن شاء الله عشان لما انتهينا عايز توصل لدي باك 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 باك
لا بيعمل ايه؟ لو دوست باد بيجيب لك على الوول بتاعتك لو خدت بالك، حتى لو دخلت على 20 شاشه، وساعات بيقفل الابلكيشن كمان لو بينزله خلاص. فهو بي ايه، فهي دي الحاله. لو كنت لو جات من برمج وعايز توصل لاول شاشه كنت هتضطر ايه؟ يعني في ناس بقى لو انت عايز برمج زرار باك نزلت نفسه زي ما انت شفت كده اهو بالكود ده، الكود ده بيبرمج زرار باك، بتكتب بولي باك بولين، بولين دي اي ايه يا لا يا ترو يا فولس، اون كي داون، اديني الكي واديني الايفنت اللي هيعمله. الكي كود هقول له الكي كود عندنا هم الاكواد مترقمه، بس هنا 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 بحاجه كويسه مش زي الفي دوت نت. لغه الفي دوت نت كان بيتعامل مع الكود مع الزراير بارقامها، بيتعامل مع الزراير بارقامها، كان زرار حرف زرار انتر كان رقم 10، زرار مش عارف كان ايه رقم 27، فانت كنت لازم تجيب رقم الايه. هنا لا بقى بيتعامل باسمها كي ايفنت دوت كي كي كود باك، هتلاقي دي جابت اي ان تي. بص هنا واخد بالك جايبه ايه؟ اي ان تي اهو، يعني جايبه رقم الزرار. طب لو حصل كده يعمل ايه؟ قلت له اعمل الحركه دي ورجع ترو. بعد كده ريتيرن اون كي داون كي كود ايفنت، دي معناها ايه؟ رجع الحاجه او نفذ الحاجه اللي الراجل كتبها لك هنا. اما طبعا لو خليت دي فولز وقفت دي ران، وقف وقف خالص، واخد بالك وقف خالص ولا يعمل اي حاجه كده، انت معناها قلت ريتيرن فولز. عشان كده انا قلت لك اوعى تمسح فولز، خليها ترو. انت لو كتبت هنا ترو حتى ودي شغاله هيقف، عشان كده لا خليها دايما ايه ترو عشان ينفذ ويعمل الامر اللي عليه. خلاص ده التعامل مع الزراير، مش باك بس يا جماعه، لا شيل باك واكتب اي زرار ايه يعجب حضرتك، حتى لو عايز تكتب الهوم اهو، زرار الهوم اللي في النص ده لو عايز يعمل حاجه عملها. انا عملتها ترو دلوقتي هيطلع توست صح؟ عملتها فولس وسبتها توست، مش هعمل حاجه، مش هعمل اي حاجه خالص. خلاص زرار خاص، زرار خاص بقى حضرتك. بص يا مستر، يبقى في الحاله دي هنيجي هنا واروح جاي كده كوبي واروح عامل كده منيو جديد اهي، ايتم جوه المنيو يا مستر معايا مستر اتم، ايتم جوه المنيو واسميه هوم، واكتب هنا جو تو هوم مثلا. انت مسميه ناف هوم، تيجي في البرمجه ما تنساش تبرمجه. الكود بتاع الاف كونديشن بتاعنا اهو فين اهم، شو هما دول؟ هزود الس اف جديده، اي دي ايكوال ار دوت، بس الار كابيتال، دوت اي دي دوت ناف هوم، يعمل ايه؟ ستارت اكتيفيتي وليكن مين، احنا في المين اكتيفيتي دوت زيس كوما مين اكتيفيتي برضو دوت كلاس. لا ايه ستارت اكتيفيتي لا عادي ده ما هي نيو انتنت، معلش سوري 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 نيو انتنت نيو انتنت، الكود ده برضه هيتضاف في المين ليست هنا عشان قايمتين. هنا بقى كده انت في مين، مين مين ليست، انت هنا كده ضفت زرار هوم يقدر ينقلك اهو، ده كان ضفت زرار. اما كان الفكره اللي انا قلت بس بالمره ناخد الايه الباك ده، ان هي التعامل مع الزراير، عشان دي فكرتها برضو الواتساب عامل الفيسبوك عامل الحركه دي، فيسبوك كان بيقفلها خالص اهو دي كده، انت ضفت اهو يرجعك للرئيسيه خالص بقى. حتى لو انت دوست مثلا هنا على الليست
طبعا لسه احنا بنفتح دي. او الباك ده انت جاي مثلا صفحه نفس الابلكيشن صفحه ثانيه، هيبقى برضه كده. اه طبعا خلاص برمج براحتك بقى انت الباك ده، هنا بقى تقدر تبرمجه براحتك مش فارقه. اهو فين كي داون؟ لا اهي اكتب هنا اللي انت عايزه، اللي هي الزرار ده عايزه يعمل ايه ان شاء الله يتشقلب لك، اكتبه شوف انت عايزه يعمل ايه ويعملها لك. كنت بقى ببرمج زرار من زراير الموبايل، مش ببرمج زرار من زراير حضرتك اللي انت حاططها واصله. طيب في كود تاني بقى يعني حته برده، بص شوف الكود ده لسه جايبه من النت دلوقتي، الكود اللي لسه قاله مستر قاتل مش حافظه اهو. هاو تو سيت اكشن باك باتون ان اندرويد، كلام عادي جدا. هنا عايزين مثلا هاو تو اكزيت فروم ابلكيشن ان اندرويد، عايز تقفل ابلكيشن اهو، في عندك كذا كود حتى لو كنت فاتحه قبل كده، هو بروسيس دوت كلوز. الموقع ده جميل جدا بصراحه، يعني هتلاقي طبعا الحاجه اللي قدامها صح هي الصح. ده هنا تقفله خالص ولا يجيب لك اي حاجه اهو. دي لا ده ما بي مش هو ده، مش ده اللي انا عايزه، هي الثانيه بروسيس دوت كلوز. ماشي ماشي ولدي ايه، بس انا جربته قبل كده، بس الحاجه لازم تكون صح، لازم هي كل ده غلط. هنا الستاك اوفر فلو ده الحاجه الصح بيقول لك عليها، يعني كده بيقول لك عليها انها صح، فهماني؟ اه ناس كاتبه هنا كاتب ايه اكزيت كل حاجه على فكره. يعني بص هنا الكود ده لو جيت حطينا في المين ليست هنا جوت هوم كتبت الكود ده، طبعا ده اعمل ران ريستارت جيني موشن في المين ليست، انا برمجتها بس في المين ليست على فكره، في المين ليست كانت باين هنا ولا كانت في الليست؟ انا عايز اعرف المين ليست بيروح لها فين، في الداتا انتري. اه اما اروح للداتا انتري اما ادوس بقى على ايه، على الهوم. لا مش ده، ده رجعك عارف دي رجعك ايه اللي قبلها اللي انت كنت تقول عليها مستر حسن. كود ده بيشوف انت كنت قبل مين، اخر حاجه انت دخلت عليها اللي قبلها يرجعها لك. الكود اللي بيقفل مش ده، الكود اللي بيقفل خالص الابلكيشن بروسيس ده على طول كويس، بيشيله من على الرام خالص. ده برضو لسه بقول لك عليها، دي برضو بتجيب اخر حاجة دي لسه قايلها اهي، المفروض هي دي. انا عايز البروسيس هي دي. دوت بروسيس ماي بي اي دي. اندرويد بروسيس كده احنا كنا حاطينها على الناف هوم، ولا حاطينها فين ده؟ في الناف هوم فين؟ في المين ليست؟ المين ليست
لمن داتا انتر ولا هوم؟ لا لا اهي هوم اهي. بس انا هعمل بس ريبيلد، هعمل ريبيلد. لا انا هي موجوده عندي في ابلكيشن، بس انا مش عايز اقعد ادور في افتح الابلكيشنز بصراحه. ده ثلاث سطور عمي. هي نشرح ابلكيشن الري ازاي. داتا انتري جو تو هوم. لا هبقى اجيبه من اي ابلكيشن، مش ده برضو، ده بيرجع برضو لاخر اكتيفيتي. في كود ده هبقى اجيبه من ابلكيشن موجود عندي، بيعمل يقفل خالص ابلكيشن، يشيله من على الرام. سطرين برضو بيعمل كل البروسيس، برضو بيعمل كل البروسيس خالص. هو جاي من كلمه قتل البروسيس خالص، فهو بيشيله من على الرام خالص. ده اللي كان الاستاذ حسن بتاع الواتساب عاملها الكود ده، او زي بتاع الفينش. الكود ده بيعمل ايه؟ بيشوف انت فين ويرجع لقبلها على طول. انت دخلت من 3 ل 4 يرجع لقبلها. فالحركه دي بتعمل الكود ده، بيعمل حاجه زي الواتساب اللي عامل الزرار اللي فوق ده. طيب بص، احنا كنا عايزين ناخد بقى فكره ناخد مثال على الاري، بس الاري برضو عايز وقت من اوله. نكمل على جوجل ماب، خش على الحته بتاع جوجل ماب. خلاص النهارده بقى خلاص ما ناخدش كودنج كتير يعني. نقفل بس انت ايه. بص بقى يا سيدي، اول حاجه عشان تتعامل مع الجوجل ماب تمام، اول حاجه لازم تعرف حاجه، ان الماب شغال على حاجه اسمها لاتيتيود ولونجيتيود. ايه لاتيتيود ولونجيتيود دي بقى؟ بص يا سيدي، الطول والعرض مع مين؟ مع خط جرينتش. تمام، زي ما احنا عارفين حضرتك الكره الارضيه اهي، لو انت عايز تجيب مكانك على الكره الارضيه خلاص بيبقى ليك مكان. خلاص بيبقى ليك زي بالظبط اللي كانت بيمثلوها في هندسه اكس وواي. انا لما عايز اجيب مكاني هنا من بالنسبه للمعمل، من هنا لهنا ادي بقعد عند اكس كذا والواي بكذا. طبعا ده بقى ايه ان شاء الله في طرق بيتنا، اما احنا بنتكلم على خط ايه؟ على الكره الارضيه. الكره الارضيه بقى بتتعامل مع خط جرينتش، بيشوف بتبعد من لاتيتيود قد ايه ولونجيتيود قد ايه. انت بتشوف انت مكان بيتكم بيبعد من على خط جرينتش لاتيتيود ولونجيتيود زي اكس وواي بالظبط، طول وعرض. خلاص؟ خط جرينتش طول. خط جرينتش طول. انا مش جغرافيا دلوقتي، خط جرينتش طول والله؟ كده؟ والاستواء هو اللي كده صح؟ ما علينا. تمام؟ المهم ايه؟ انا بقى لازم اعمل حاجه، لازم الحركه دي تتجاب. اول حاجه تعرف حاجه اسمها لاتيتيود ولونجيتيود. طيب من اول حاجه نضيف كليك يمين نيو اكتيفيتي جاليري ماب اكتيفيتي على نفس الابلكيشن. شوف كل ده على ابلكيشن واحد عادي جدا. نيكست قال لك اسمها ماب اكتيفيتي، قلت له قول له اوكي فينش. طبعا الجزء ده مش اساسيات جافا خالص، ده الجزء ده سيشن بس كده فري يعني، بنحكي مع بعضنا، ما فيهاش بروجرامنج يعني. قال لك اول حاجه عشان تتعامل مع الماب لازم تجيب حاجه اسمها اي بي اي كي. اي بي اي كي تشغل لك الماب على موبايلك، وكل واحد بقى ليه كي من على الميل بتاعه، كل واحد بقى ليه كي من على الجيميل، موقع الجيميل بتاعه، خلاص الايميل بتاعه. طيب قال لك عشان تجيب الابلكيشن، عشان تو جيت الكي بتاعك بقى تعمل ايه؟ خش على اللينك ده، ده جوه الاكتيفيتي ده. انت اول ما تكتب هو انت تعمل فايل نيو او نيو جاليري اكتيفيتي ماب اكتيفيتي دوست فينش، ظهرت لك دي.
قال لك هنا انا عايزك تحط لي يور ايه يور كي هير. لا طب اجيبه منين؟ قال لك تيجي تاخد اللينك ده كوبي وتروح داخل على جوجل وترميه بيست. ده عشان اللينك ده يجيب لك الاي بي اي كي. استنى عليه يحمل اهو. قال لك كرييت بروجكت تقول له كونتينيو. جيت او كرييت اي بي اي كي. استنى عليه اهو. قال لك هو ده خده كوبي وتروح حطه هنا بس مكان يور كي هير. تمام هتسيف هتعمل رن. وقف بس الاول. انا عايز في المين اكتيفيتي لما ادوس على مين ينقل للماب. والله عايز اقول له لما ادوس على الداتا انتري ان للماب اكتيفيتي ران. طبعا مش هينفع اعمل على الجيني موشن، هعمل على الموبايل بتاعي. ليش؟ عشان عايز انترنت. هضطر عايز انترنت. ما هو مش قاري انترنت عشان احنا جاي لنا كيبل، ما جايلناش واي فاي. لو كان الجهاز الكمبيوتر جاي واي فاي كان الجيني موشن جاي له ايه؟ الجديد اللي نازل جديد بس ما بيقراش برضه. لا ده ممكن العب لعبه اونلاين ولا العب. استنى لو جهازك لقط واي فاي مش كيبل. لا كيبل كمان والله. والله؟ اه والله. لا ده لا مين؟ انهي اصدار ده؟ ما عدتش بقول. بص ادي الداتا انتري اهو. بص الماب. ثواني ده فتح نت. اه. فتحته لسه. لا 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 ما اصلا داخل مع الواي فاي. خليها على الموبايل داتا عشان هم قافلين كل حاجه. داتا انتري. بص بس جابها من على ايه بقى؟ جاب سيدني. جاب سيدني. طبعا مش هجيب الكرنت لوكيشن دلوقتي. الكرنت لوكيشن كان ليها كود، يعني اجيب مكاني فين ده؟ لا ليها كود بس هو جاب سيدني. طب اه فتح. بس انا دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز احدد اماكن على الخريطه، اماكن ليا على الخريطه عايز اعملها. عايز احدد اماكن ليا على الخريطه ازاي اعملها؟ قالك لازم تجيب اللاتيتود والايه واللونجيتود. دي بيعملوها فين؟ بيعملوها في لما تجيب انت مثلا تقول اور برانشز الفروع بتاعتنا او كونتاكت اس. بتخش كليه دلوقتي بنخش على كونتاكت اس بنلاقي ايه؟ ما بنلاقيش زي زمان الايميل والتليفون والعنوان. لا بنلاقي ماب وتلاقي الفروع بتاعتنا. ازاي بقى؟ طبعا الفروع ثابته ولا بتتغير مكانها؟ ثابته. ولو اتغيرت على اللونج تايم اساسا خلاص. طيب قال لك تعمل ايه؟ قال لك تخش على الماب اكتيفيتي ملف الجافا بتاعها اهو. هتنزل تحت كده حاجه اسمها اون ماب ريدي. اول ما الماب تفتح معرف متغير من نوع جوجل ماب. معرف متغير من نوع جوجل ماب. ده متغير بينزل اوتوماتيك مع الجوجل ماب مع الاكتيفيتي بتاعت مين. وطالما معرف متغير اكيد المكتبه فوق هنا شغاله مع جوجل ماب زي ما انت شايف. اللي هي طبعا لازم تكون في الملف الاس دي كي. الاس دي كي بتاعك اهو لازم اس دي كي تولز جوجل بلاي سيرفيس تكون انستولد. اه هي عايزه ابديت مفيش مشكله بس هي انستولد. اهم حاجه تكون شغاله دي، تكون انت عامل لها انستول. جوجل بلاي سيرفيس هي يا استاذ عبد الله. بص SDK SDK tool زي هتنزل تحت اهي جوجل بلاي سيرفيس. تمام. طيب هتيجي هنا عرف متغير من جوجل ماب وعرف متغير من لات لونج. هو اسمه كده اسم المتغير لات لونج. وسمى اي اسم يعجبه. سمى سيدني ان شاء الله تسميه اي حاجه كوكو مش فارق معاك. تمام. لا لا مش عشان كده طلع سيدني. لا 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 ده اي اهو سميته كوكو هيطلع كوكو. لا ده سيدني دي دوله ولا اسمها ايه؟ مدينه مش مدينه باين مدينه. اه خلاص. اه فهنا كوكو. كوكو دي فين بقى ان شاء الله؟ خلاص عشان طلعت سيدني عشان اللات واللونج بتاع سيدني هو ده سالب 34 و151 هو ده اللات واللونج بتاع مدينه سيدني. تمام ماشي عشان اللات واللونج مش عشان المتغير. ايوه. طب دلوقتي انا عايز اجيب لات ولونج ليا انا. قال لك طبعا هتعمل ايه؟
تاخد بقى متر وتطلع على الكره الارضيه وتقيس خط جرينتش، تخش من على جوجل ماب، من على جوجل كده هتلاقي موقع اسمه ماب كوردينيتس، موقع حلو جدا. موقعين دول على فكره الاثنين دول كويسين، ما بيديك ما بيجيب لكش اللات واللونج. جوجل ماب بيجيب لك اللات واللونج. طب ده افتحه كده، ما بيجيب جوجل ماب ما بيجيبش لات واللونج. بص لا ما بيجيبش لات واللونج جوجل ماب. هنا ده موقع وده موقع. لو كتبنا هنا انا كنت كاتب صلاح سالم، بص القاهره اهي، بص ادي الشيخ زايد. كل ما تقف في حته جايب لك ايه اللات بتاعها كده واللونج كده. مصر ما بين 31 و29 او 28 اعتقد، مصر اللات واللونج بتاعها كده خلاص. كل ما تقف في حته مدينه نصر اهي، القاهره الجديده التجمع الخامس. بص اللات واللونج بيتغير، وبيتغير طبعا ايه، هنا 30 بوينت كذا كذا كذا، 31 بوينت كذا، التجمع الثالث 31 برضو 29، خدت بالك خلاص اهو. فهنا ايه ده اللات واللونج بتاع المكان اللي انت ايه بتقف فيه. انت تقعد تدور لحد ما توصل لفرع الشركه او واتيفر ايا كان عايز توصل للبيت وايا كان اهو. تاخد اللات ده كوبي وتروح جاي هنا وتروح حاطه هنا وتروح جاي تاني لونج. الموقع ده اسمه ماب جي بي اس داش كوردينيتس. تكتب هنا حضرتك المكان اللي انت عايزه، يعني انا هنا دلوقتي انا هاخد الرقم التاني اهو، المكان اللي انا عايزه مثلا عايز الهرم، واكتب جنبها ايجيبت، هنا شرم الشيخ، خلاص مش جايب هرم، جيزة اهي، جيزة العمرانية جفرنيت ايجيبت، واعمل جيت جي بي اس هتلاقي جاب لك الجيزة اهي، هتلاقي الهرم جنبها، شارع الهرم اهو، واخد بالك اهو، اهو، وده الدائري، اهي، ودي الجيزة كلها، براحتك بقى اهو، وادي كايرو يونيفرستي، مثلا انت عايز تجيب دي، تقف على كايرو يونيفرستي اهي، هيجيبها لك، اللات واللونج بتاعه، وتروح حاطه هنا، تيجي بعد كده اد ماركر عشان يحط ايه؟ اللي هو يحط المارك. المارك ده اديني اللات واللونج، الموقع اللي هو البوزيشن بتاعه لفين؟ كوكو، كوكو اللي واخد مين؟ اللات واللونج ده. التايتل بتاع الماركر لما اقف عليه واقول له والله ده احنا ده كان ايه؟ لا مش كوكو، اللوكيشن ده كان ايه؟ لا مش الجيزه، التجمع الثالث باين صح؟ اي حاجه. تمام؟ وهنا كوكو. كاميرا ابديت فاكتوري اللي هو ايه؟ لما هتظهر الكره الارضيه، الكره الارضيه يخلي المكان او الشاشه يروح محرك الكاميرا عليها، مش طبعا انت ما تاخدش بالك الكلام ده كله، يعني اول ما تفتح يفتح يلاقي قدامك الايه؟ الماركر، مش تقعد تدور انت على الكره الارضيه. فاهم مقصود ايه؟ ما هو اكيد الماركر على الكره الارضيه، بس مش تقعد تدور، حكم الله، خلي الزوم عليها. هنا برضو عندنا استنى، كان في كود هنا اسمه دوت ديت زوم ليفل او سيت زوم، كتبنا 20 مثلا، ران اتش تي سي. طب انت عايز تضيف واحد تاني، عايز تضيف فرع تاني، شايف كده؟ خد ده كده كوبي، ما تاخدش لات ولونج مره تانيه اهو، وتعمل بيست وتغير ايه؟ وتغير اللات واللونج اهو. كان انت ضفت فرعين، مش ممكن تضيف فرعين للشركه اهو. وهنا مثلا جيزه ران تاني ستارت اب اتش تي سي، ايه؟ لا انت براحتك، زي ما بتحط انت زي ما بتحط اللات واللونج يا محمد. يعني بص انا لو جيت هنا عملت زوم اهو، يعني انت مثلا لو حطيت مثلا اسم شارع الهرم بس ما يطلعلكش هنا؟ ما اعتقدش الموقع ده، ما اعتقدش. داتا انتري بس كده جايب على ايجيبت، بس احنا عايزين الزوم يبقى اكتر، بس استنى عايزين نعمل زوم بقى. بص تقعد بص هتلاقي في الاخر جايب اتنين اهو، تمام؟ هتلاقي واحد جاي في الجيزه وجايب مدينه القاهره الجديده، واخد بالك؟ كل ما تقرب الميزه بقى اللي هو مكتبها، انك لو دوست على ده كده
جاب لك ايه ماركين 3 اللي احنا كنا كاتبينها دي، وتقدر تفتح جوجل ماب وتبقى وتمشي بقى وتمشي عليه اهو، وتجيب بقى يقول لك وقت قد ايه زي ما احنا بنشغل الجي بي اس كلنا اهو. عايز يفتح بس اللوكيشن عندي اهو وهيشتغل عادي جدا، او فتح اللوكيشن بدا اهو يقول لك ادي الدايركشنز اهو، يقول لك 42 دقيقه ويبدا يتحرك. بس دي هو اللي مبرمجها مش احنا، احنا ما علينا ان حطينا ايه الماركر على جوجل ماب مش اكتر. اما حته اللي هو حولنا لجوجل ماب لا هو اللي عملها اهو. طب ما الثاني اهو لو وقفت عليها كده بتاعت الجيزه اهو ظهرت لك، هي الايكون ظهرت لك انت تدوس عليها تنقلك وتمشي على جوجل ماب. ده التعامل مع ايه مع فكره جوجل ماب، انك المهم تعرف بس تعامل مع جوجل ماب ثابت. لسه بقى ناخد التعامل مع جوجل ماب انك ازاي يجيب الكرنت لوكيشن، وهنزود حتى ازاي بقى يرسم الروت ذات نفسه يرسم الطريق. بس ده جوجل ماب قيمه ثابته اللي هو زي ما بتحط الفروع زي ما بتحط حط على الماركر اللي انت عايزه بقى. هنا بص هنا بقى لو انت مهما كان بقى عملت زوم اهوت هتقعد تعمل زوم لحد اهوت عمال يجيب لك ادي جوه الجامعه شارع الجامعه اهي لحد هو يجيب لك بقى وات ايفر. انت بقى تحط بقى الماركر بتاعك ويقول لك اللات واللونج، بس هو بيتحس بالهرم. لا انت ممكن تجيب اي لات ولونج اي حته، ممكن تجيب لات ولونج بتاع البيت بتاعك لمطعم معين، بس ما اعتقدش هنا بيسحب بالشوارع بيعمل بالشوارع. ممكن يكون ده دور بده برضه، بس ده برضه غتت يعني طريقة بحثه برضه رخمة. ادي ايجيبت بيراميدز تاور زي لازم تمشي بالطريقة دي اهو نفس الكلام. عايز تجيب حلوان برضه هيجيب لك اللات واللونج، في مواقع كتير بتعمل الكلام ده على فكرة، تجيب لك اللات واللونج كام اهو. دي الطريقة بتاعته، وتقعد بقى ممكن تزود كذا واحد اهو، بس بتعرف كام لات ولونج. واحد اسمه ايه اي اسم، بس انا معرف واحد بس. طبعا لو انت عرفت واحد هنا مش هقول لك لا، بس ما تسموهوش كوك وسميه اي اسم تاني او بوب مثلا، وتيجي هنا تكتب بوب. بس احنا بنوفر على نفسنا ان بدل ما نعرف كم متغير، لو انا عندي خمس فروع مش هقعد اعرف خمس متغيرات يعني، لا فاهمني، فاهم بنعرف متغير واحد عشان كده باخد بس من اول هنا اكنه بعمل نيو. نيو ده يعني اوبجكت جديد منه، حاجه جديده منه بس من نفس النوع. سيف ده التعامل مع جوجل ماب ثابت، انك تعمل تشتغل بالطريقه دي، تاخد اللينك بتاعه وتجيب اي بي اي كي الاول وتحط الكي بتاعك وتبدا تحدد بقى اللات واللونج ايا كان انت عايز تحطه. وقف الفيديو ده.